اهم شيء انه تكون مهيئه للعيش بيئيا، لانه كثير من الناس اللي مختصه بامور البيئه قالوا انه بغداد غير مهيئه بيئيا بسبب انه التراكمات والتلوثات اللي موجوده فيها، وايضا موجوده في كل الاماكن اللي توجد بها معامل ومصانع، ومن ضمنها مصفى الدوره اللي هو خاص بالنفط. يمكن كثير امور تخص بالبيئه، يا ريت انه من كل الجهات نتعاون حتى انه نرجع بغداد مثل ما كانت وبصوره الاحلى. اذا ننتقل لموضوع اخر ونبدا اولى استطلاعاتنا. هذا الاستطلاع موجه الى وزاره الصحه اللي باتت مشاكلها كثيرة جدا وأخطائها الكارثية اللي أدت بوفاة الكثير من الأشخاص اللي موجودين في جميع المدن العراقية. اليوم راح نروح إلى مدينة السماوة نشوف حادثة الطفل فارس عياد اللي توفى بسبب إهمال مستشفيات اثنين، مستشفى الخضر ومستشفى الحسين التعليمي اللي هو بالسماوة. قضيته وتفاصيلها راح نعرفها من خلال هذا التقرير، حتى بعدها نرجع نسولف عن تفاصيل ووفاة الطفل عياد فارس. في يوم 22/11/2014 تقريبا الساعة 11:30 الظهر صار كسر على حادث على ابني المرحوم فارس، فنقلناه بسيارتنا الخاصة إلى مستشفى الخضر العام. بعد إجراء إشاعات له من قبل الدكتور الطوارئ وجد عنده كسر بالساق اليسرى وكسر بيده، فقال لنا ما موجود عندنا هنا دكتور اختصاص بالمستشفى، فلازم تاخذوه لمستشفى السماوة أو دكتور اختصاص بالسماوة. نقلناه لعيادة الدكتور علي شهد، طلع على الإشاعات اللي هو دازيها مستشفى الخضر العام، فقال راح أسوي له عملية سحب. طلبنا من عنده يعني هل يحتاج الى عمليه او نقله الى غير محافظه، فما قبل يعني بهذا الشيء. يعني بدايه لما كان ابنك في مستشفى الخضر ما كان اكو طبيب اختصاص كسور؟ لا ما كان اكو طبيب اختصاص كسور، كان اكو دكتور اختصاص كسور بس هو منقول الى بغداد حسب ما وسووا لكم تحويل الى مستشفى الحسين التعليمي. دزونا هو للسماوة يعني قال هنا دكتور ما عندنا فاخذه، يعني اخذوا الاجراءات الاوليه فقال ما عندنا هنا لازم جراح كسور. فمن وصلنا لهناك للدكتور قلت لك شاف الاشعاعات، استند على الاشعاعات اللي دازيها مستشفى الخضر العام، يعني ما سويتوا اشعه جديده بمستشفى الحسين التعليمي؟ هو استند على الاشعاعات وسوى له تجبيص وقال لي انا لازم احوله لمستشفى السماوه، وبعد ساعه وساعتين انا راح اكون يومكم لان راح يبقى تحت المراقبه مده 24 ساعه. فاحنا طلبنا من عنده هل يحتاج عمليه له، فقال لا هذا ما يحتاج عمليه لانه طفل وعظمه يعني بسرعه ينمو حسب حشيه هو هذا. اخذناه الى مستشفى الحسين التعليمي تقريبا الساعه قبل 4، بقينا تقريبا نص ساعه، جانا معاون طبي جاب لنا علبه بنادول وعلبه فاليوم ونوم وابره يعني حتى ما صارت بالكانونه وقعت بالارض. بقينا بعدها تقريبا ساعتين بدت حاله ابن السوء، اتصلت باكثر من مسؤول يعني ترجيت من عندهم يعني بس ردتهم. اتصلت بالمسؤولين مجلس محافظه؟ اتصلت بالمفتش العام لمديريه الصحه المثنى الدكتور اوس الحمداني اكثر من مره، ترجيت من عنده ان يحضر الدكتور الاختصاص حتى يشوف حاله ابني، لان ابني على يعني اخذ له مرات يعني انغمى عليه تقريبا ثواني وقعد بعدين. فحالته بدات تسوء وانا يعني ظليت مثل يعني محتار، يعني ماكو احد يمي وماكو احد اساله، يعني وصلت الى حاله اتصل بدكتور خارج المحافظه اساله ايش راح ايش اسوي له، يعني لانه هو ظل يطلب مي اكثر من مره، فقلت يعني ما اعرف انا المي يفيده مو زين علي زين علي. يعني ما كان اكو دكتور يشرف على حالته؟ ماكو. ما كان اكو ممرض يشرف على حالته؟ ممرض اجى، الممرض انطال علاج وبس، الممرض ما يعني ما يعني اكو حاله يعني صار عنده اغماء هو، فالممرض يقول انا ما اعرف يعني شنو. هذا حكي بس ساعه بالضبط يعني بدت تسوء حالته؟ حالته السوء بدت تقريبا الساعه بالسبعه. بالسبعه بالليل؟ سبعة بالليل. طيب يعني من ساعه حالته بسبعه بالليل ماكو طبيب مقيم؟ ماكو طبيب خفر؟ لا ماكو، يعني حتى الرتهات كلها احنا تقريبا المتواجدين تقريبا ب 25 واحد، يعني قسم بالطوارئ يدورون على الدكتور وقسم احنا بالرتهات، يعني اكو اطباء نقلهم يقولون هذا مو اختصاص. يعني الساعه بسبعه بالليل المستشفى ما بها لا طبيب مقيم ولا خفر ولا اي واحد موجود؟ رتها الطابق اللي احنا به ما موجود اي دكتور يذكر، ما عدا مضمد واحد. الساعه تقريبا ب 8:30 يعني فقد الوعي، يعني كان هو يتكلم وياي ويحكي وياي واتصل بعمه يعني خارج المحافظه حكي وياه، بس الساعه تقريبا 8:30 فقد الوعي يعني قام ما يحكي، فشلناه ركضنا به للطوارئ. وصلنا للطوارئ اجى دكتور الطوارئ ويا دكتوره فسوى له تنفس اصطناعي تقريبا 10 دقائق بس للاسف ما لحق عليه توفى.
طيب لمن تحمل المسؤوليه؟ والله احمل مسؤوليه ابني الدكتور لان عدم تشخيص للحاله، لان هو بعد التشريح قالوا عنده نزيف بالساق اليمنى وهو صاب عليها، والكادر لان ماكو احد، يعني بقينا احنا 5 ساعات يعني كانما قاعدين في فندق، يعني فندق هم تعبان، يعني اريت يعني ما خلينا احد ما استنجدنا به. حمله فقط الدكتور اللي سوى له اشعه فقط؟ الدكتور والكادر اللي كانوا موجودين بالمستشفى والكادر المستشفى عامه ومديريه الصحه. اني المواطن رائد رزاق عم الطفل المتوفي فارس اياد. الحادثة اللي صارت مع الطفل فارس اياد حادثة سيارة لوري، يعني انضرب على رجله كسور، يعني كسور خفيفة، والنقل للمستشفى من مستشفى الخضر العام، ارسال الى مستشفى السماوة في المحافظة العام عفوا. فبهاي الاثناء الدكتور اللي جبسه برجليه ارسله مباشره على الطابق الرابع بدون كشوفات وبدون فحوصات، فاضطر هذا الشخص العفو اضطر هذا الدكتور انه يستند على الاشعات اللي كانت موجوده بمستشفى الخضر العام، فمع الاسف الشديد اهملوه بالطابق الرابع 4 ساعات. اي دكتور مقيم او خفر ما وصل خلال 4 ساعات، وكان نتيجه وفاته نزيف داخلي برجلي، وللاسف توفى بدون اي فحوصات. يعني طيب انتم في مستشفى الخضر، نعم، اجريت الى فحوصات اشعه فقط، لان مستشفى الخضر العام تنقص بامور كثيره، يعني كوادر طبيه واجهزه. نتائج فحوصات مستشفى الخضر شنو قالوا عنده؟ كسور فقط، بس كسور فقط، وارسلنا الى مستشفى السماوه، فمستشفى السماوه كان ما موجود دكتور الكسور، رحنا على العياده مالته اللي موجوده بالشارع الاطباء، فلقينا الدكتور نفسيته هو دكتور خفر بالمستشفى عند عياده، ارسله مباشره جبسه بدون ما ياخذ فحوصات. في اي وقت بالتحديد؟ يعني كان الوقت صباحا عندما ارسلته المستشفى التعليمي؟ الساعه 3:30 العصر، الساعه 3:30 العصر، فارسله الى المستشفى بكتاب من عنده. فمباشره يعني انت تعرف استاذ الفاضل المصاب ان يكون كسر او غير كسر، ان يكون بالرقابه المشدده بالقليل ربع ساعه، فمباشره ارسلوه الى الطابق الرابع، وظل الدكتور باقي على العياده مالته اكثر من 4 ساعات، واكثر من اتصال اجريناه وللاسف ماكو فايده. من تحملون المسؤوليه؟ نحمل المسؤوليه الاولى لمجلس المحافظة حتى يحاسب الكادر الصحي المقصر، والحالات اللي دا نشوفها حالات يعني مع الأسف الشديد قاعدة تروح ضحايا هواية، وسبق هذه الحالة حالات كثيرة، بس نفذ الصبر لأهالي المحافظة أنه يقومون بالتظاهر اليوم ويشوفون الحل الأمثل، والمظاهرة راح تنطلق مباشرة على مجلس المحافظة، ونشوف شنو رأي مجلس المحافظة. مجلس المحافظة تحملون المسؤولية؟ لا، مجلس المحافظة والحكومة بالذات، لأن الحكومة هي الأساس، الحكومة هي الأساس، لأن مجلس المحافظة اكو سلطة أعلى من عنده، هي الحكومة، ما ريتها مكتوفة الأيدي بهذا الشيء، لأن ملينا يا أخي. الدكتور مسؤول عن يعني فحص المتوفي الطفل فارس، أيضا تحملون المسؤولية؟ نحمل المسؤولية بالأخص هو وكل الكادر اللي موجود، وبنفس الوقت كان الكادر ما موجود، يعني الدكتور عايف الخفاره مالته وقاعد لي بالعياده على شغلات ماديه تعرف كل زين. الدكتور تم ارسال الى نداء او الاتصال لضروره هذه الحاله؟ اكثر من اتصال استاذي، وهسه اجيكم ربع ساعه 10 دقائق، لحين 4 ساعات، وفي نتيجه الوفاه انه الطفل كان عنده نزيف داخلي وهو مجبسه، ومع الاسف الشديد. طالب مجلس المحافظة بإقالة الفاسدين برئاسة الصحة وعلى رأسهم مدير عام الصحة لأسباب الطفل المتوفي والإهمال الموجود بدائرة الصحة، والإهمال الموجود مو اليوم ولا أمس، وهاي القضية أثارت حفيظة العالم. هسه الفساد موجود بكل مفاصل الصحة، مستشفى التعليم العام، مستشفى الولادة، بالمستوصفات الطبية، وإحنا نطالب بإقالته.
طيب من تحملون مسؤوليتهم بالدرجه الاولى؟ نحمل المسؤوليه الكامله لمجلس المحافظه ورئيس حرم الصحه. نحملهم مسؤوليه كامله لان هم شركاء بالفساد اللي جالسين بالمحافظه. اليوم خرجنا بالمظاهره سلميه للطفل فارس اياد، واللي قبل فتره هم حدت حاله هم داخل مستشفى الخضر العام، هم بسبب الاهمال والتقصير ادت الى وفاه زوجتي وطفلها بسبب التقصير والاهمال في مستشفى الخضر، وعدم تواجد الطبيبات الخفر في صالات الولاده وفي صالات العمليات داخل المستشفى. فأين الجهات الرقابية من هذا الموضوع؟ شفنا تفاصيل وفاة الطفل اللي هو فارس اياد في مدينة السماء، وخاصة اللي التفاصيل اللي معرفة نعيدها مرة ثانية، انه الطفل فارس اياد تعرض لحادث دهس في احدى السيارات ونقل على اثرها الى مستشفى الخضر اللي هي موجوده في مدينه السماء، واخذوا له اشعه بس ما عندهم طبيب اخصائي اللي هو اخصائي كسور، قالوا الوالده انه لازم نحوله الى مستشفى الحسين التعليمي، فنقل المستشفى، والده بقى ينتظر الى ان يجي طبيب اخصائي، فالطبيب الاخصائي قال له ما يحتاج لا عمليه ولا يحتاج له اي شيء، خلاص بس انه نسوي له سحب ونرجع العظم الى مكانه، وهو طفل يعني تشبس عادي العظم مالته ينمو ويرجع الى مكانه الطبيعي. بعد ساعات قليله انه الطفل بدات حالته تدهور شيء فشيء الى ان توفى. من ودوه الى المشرحه لقوا سبب الوفاه هو نزيف داخلي، انه الاورده والشرايين اللي موجوده فوق العظم في منطقه الكسر انه هي ممزقه تماما، وبالتالي انه ما قدروا يشخصون هذه الحاله، والاهمال واضح بمستشفى الحسين التعليمي ومستشفى الخضر، وهذه المشاكل كثيره امام وزاره الصحه صارت، ويمكن باكثر من مستشفى واكثر من مدينه انه ننقل ونقول يا انه المشاكل هذه بدات تكثر، والاخطاء اللي هي يعني تؤدي الى وفاه وفقدان ارواح كثيره يعني من المواطنين العراقيين، لكن للاسف انه لحد الان وزاره الصحه ما حركت ساكن، يمكن بالاتصالات من اخذ افوان انه يقولون والله احنا شكلنا لجنه وراح نحاسب فلان وراح نقول راح ننقل فلان ونقل فلان، لكن للاسف لحد الان ما سوى شيء بقرار حاسم يعني يفيد المواطن ويخلينا نخلص من هذه المشاكل. اذا انتم تقولون انه ما عندنا اطباء اخصائيين، فوين الاطباء اللي موجودين دا يتخرجون من كليات الطب اللي موجوده فيها العراق في كل محافظات العراق؟ المفروض انه اكو تعيين مركزي للطلاب حتى انه على الاقل انه يقومون بواجب الطبيب الاخصائي اللي هو ما موجود في اغلب مستشفيات المدن العراقيه. طيب على خلفيه هذه التظاهره تم اقاله طبعا من وزيره طبعا من وزير الصحه تم اقاله مدير الصحه اللي هو مدير صحه السماوة حسين علي موسى، وتعيين الدكتور راغب كاظم الشبوط نيابه عنه او بدلا عنه. المفروض انه ايضا هو خطوه سليمه، لكن نحتاج الى فتح تحقيق، يعني من يروح مدير صحه ويجي غيره، واذا باقي الكادر الصحي اللي هو يعني مهمل راح نبقى نفس الموضوع، يعني ما طلعنا من او ما استفادنا شيء. المفروض فتح تحقيق مع الاطباء اللي كانوا او مهملين بالموضوع، ونتمنى من مدير الصحه الجديد الاهتمام بكل شيء بكل التفاصيل وعدم اعاده نفس الاخطاء. ارواح الناس ترى يعني مو لعبه، المفروض يكون هناك متابعه للقضيه.